أعتق علي زين العابدين بن الحسين عليهما السلام جارية له وتزوجها، فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إليه يؤنبه على ذلك، فكتب إليه علي زين العابدين يقول: إن الله رفع بالإسلام الخسيسة، وأتم به النقيصة، وأكرم به من اللؤم، فلا عار على مسلم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج أمته وامرأة عبده. فقال عبد الملك: إن علي بن الحسين يشرف من حيث يتضع الناس.